قال عز من قائل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. رضاء بقضاء الله وقدره احتسبناك عند الله شهيدا سعيدا مع كوكبة الشهداء والصالحين في درجات النعيم إن شاء الله. يا شهيدنا ويا والدنا، مضيت وليس وحيدا، بل رافقك أقرانك من المضحين في سبيل الله وفي سبيل قضية هذا الوطن. رحمك الله يا والدنا وأنت مضرج بدمك على أرض البحرين الغالية. بدمك الزاكي أصبحت فخراً لنا ودرباً على طريق النصر وتحقيق المطالب بإذن الله. شكراً لله على نعمة الشهادة، هذه الهبة التي لا ينالها إلا من اختصه الله بها. عائلة الشهيد تتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك وساهم في التشييع المهيب الذي به أحسسنا أننا لسنا نحن أهل الفقير فقط، بل أنتم أيضاً إخوانه وأبناء. وتشكر كل من واسانا بالمواساة والوقوف بجنبنا في هذا المصاب الجلل. عائلة الشهيد تطالب بدم شهيدها وتطالب بتحقيق شفاف جدي على أثره يكشف عمن تسبب في شهادته وتقديمه للعدالة. وتستغرب من رفض النيابة العامة تسليمنا تقارير الطبيب الشرعي وتسجيل كاميرات أسواق الساتر، وهذا حق من حقوقنا في الاطلاع على كل تفاصيل الحادث الأثيم. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وانتقم ممن تسبب في سفك دمهم الزكي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى شهيدنا الغالي وإلى الشهداء رحم الله من قرأ الفاتحة.